ندعي شحاب يا خال واثق الجبال عارف شو معدني رغم هذا الحل وعاني فوق ظروف نعرف شي اسمخ وبعرف شو بصير معي بنص البال بكلاشنكو. يو مرحبا، اليوم عندنا حلقة جديدة من برنامج رأي مش مهم. قبل كل اشي يا جماعة انا تعبت من موضوع الكوبي سترايك، عندي 3 حلقات او 4 حلقات محظورات عالميا، بيج سام، مروان موسى، باري تيوب، بعد ما رفعتهم على صحتهم ورفعتهم 4-5 مرات على اليوتيوب برضو نفس الموضوع. احنا اللي بنعمل رياكشن عشان نعطي رأينا. بصراحة الفنان مش متضرر، بالعكس الفنان بيستفيد. لما انا من فلسطين وبسمع على حدا من السودان، لما انا من فلسطين وبسمع على حدا من المغرب، لما انا من فلسطين وبسمع على حدا من لبنان مثلا، الاشي مش غلط بالمره. بالعكس لما حدا من فلسطين بيعمل رياكشن لحدا من مصر بيستفيد التنين، لما حد بيعمل رياكشن على فيديو لحدا من المغرب برضه بيستفيد. اعطيني كوبي سترايك بس مش عالمي، خلي الفيديو ينزل، لانه في ناس بتحب تحضر وفي ناس بتحب تسمع اراء ناس تانية. المهم اليوم عندنا حلقة لرابر من السودان، اللي بيعرفش بودا اتألق بهاي الاغنية. بابلو 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 I wanna grind like بابلو get the money like بابلو. وانا متأكد انكم تعرفوا الاغنية اللي اطلعها بودا قبل فترة وعملت هيت مش طبيعي. خلينا نحضر الفيديو وبعدها بنقرر. شوف قديش جودة، او ما شاء الله 5K. شكسبير الاغنية الاولى اسمها كان بابلو. بيحاولوا يجروا برا مخي بعد سلم كم هير بودا يوفر لك مزيكا بيتطرب لك الاير ليفل معادي ما بيتوصلوا كتير افكار كتير في بالي كني شكسبير بيحاولوا يجروا برا مخي بعد سلم كم هير بودا يوفر لك مزيكا بيتطرب لك الاير ليفل معادي ما بيتوصلوا كتير افكار كتير في بالي دايرة طلع. بصراحة الفلو تبعه حلو بودا كتير. الأغنية اللي حكيت عنها، هاي الأغنية كانت أول أغنية إله بتنحط في اليوتيوب وعملت هيت، وهلأ وصلت 2 مليون أو فوق 2 مليون. فأنا متوقع من هاي الأغنية إنها تكون حلوة. لحد هلأ يعني لحد هلأ بحكي فيه إشي حلو. جمري جنبي شرطي قال لي فك فيك قلت له دايرة فكر قال لي لا ما هي مشيت لحتة تانية وقمت انت المرحلة yeah. جاتني فكرة عندي فيديو دايرة شوتو بس قروشي ناتسة فالمصور ما دي بوزو قلت له مزيكا فوق توصلك لبلوتو قالوا لي يا بودا قلبي تعملو دا فودو قلت لهم ده من عالم ما هي قاموا قالوا لي طيب داني انك تعتذكرة قمت قلت لهم اصله ما في مشكلة اسمع المزيكا دي ونحلك بس كده yeah. كاركت الميكس والماستر جدا مريح للي بيسمع الأغنية. مستحيل ينزعج، مستحيل يحس انه في دوشة بالأغنية. كتير في بالي كني شكسبير بيحاولوا يجروا برا مخي بعد سلم كم هير بودا يوفر لك مزيكا بيتطرب لك الإير ليفل معادي ما بيتوصلوا كتير قلت متكل جوا الشقة جاتني فكرة عطا تسكيلة جدا ستفت شي نطي ناكب. اخر فترة السين السوداني قاعد بثبت حاله في الوطن العربي وعم بنزلوا اعمال جدا رهيبة على مستوى عالمي. والله انا حضرت لناس اغاني صدمت انه هاي الناس موجودة وبتعمل هذا هيك اعمال، وانا عم بستنى فيها تنزل اعمال جديدة عشان اقدر اعمل عليها رياكشن. واذا انتم بتعرفوا كمان حدا تحطوا لي في الكومنتات عشان اعمل عليها رياكشن. ناس من العراق، من الكويت، من اي بلد يكتب لي في الكومنتات عشان اقدر اعمل عليهم رياكشن. وصلت مع معتز مشيت الزهرة لأنه كنت داير ليا حاجة باردة قالوا ليا بسيط يا عزيزي مشيت لقيت الناس دي كلها قاعدة وين في البطريق يا حبيبي أوه يه وبس قربنا للنهاية. يا جماعة لهجة أهل السودان كتير حلوة، كيف بيحكوا كتير حلو. بحس هذا إشي مساعد لما بغني ولما بيجي بحط بيت وبيحكي بالاسلوب هذا كتير حلو. بالنسبة لبودا دي ادابة البداية شغل صغل ما بتحتاج ملاية بودا تاكي نوع اي ولاية افكار كتير في بالي كني شكسبير بيحاولوا يجروا برا مخي بعد سلم كم هير بودا يوفر لك مزيكا بيتطرب لك الاير ليفل معادي ما بيتوصلوا كتير ما بيتوصلوا كتير نايس ما بيتوصلوا كتير والله بودا ريسبكت. بصراحة ريسبكت لبودا على الأغنية. الأغنية حلوة بس مستحيل أحكي إنها
بوزن الاغنيه اللي قبلها هي بابلو. بابلو اغنيه كتير جامده، العمل هذا رائع، بحكيش انه سيء، بس بابلو عملت رقم وعملت صيت، كانت كتير كاتشي. ريسبكت بودا، يعطيك العافية، ان شاء الله بشوف لك اعمال قريبة جدا. اكتر كم مرة بدي احكي على موضوع كوبي سترايك، بتمنى تعفونا من هاي الشغلة، بديش اتأخر بالفيديو، نشوفهم فيديو جديد، حلقة جديدة من برنامج رأيي مش مهم. بيس.